بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم خروف العيد مخامات بسيطة وسهلة خالص. أول حاجة معانا فوم، ومعانا ورق أبيض أو ورق جرايد، ومعانا قطن، ومعانا ستان، ومعانا شيش علشان نعمل بيه أرجل بتاعة الخروف، معانا مقص، ومعانا خرزتين علشان نعمل عيون الخروف. اول حاجة هبدأ بيها هجيب الورق الجرايد، اي ورق، ممكن ورق ابيض عادي او ورق جرايد، هطبقه بالشكل ده واعمله كور بالشكل ده كده، هحط الورقة كده بطريقة عشوائية خالص. يعني لحد لما الحد ما انت عايزاه، يعني الحد المناسب خالص بالشكل ده. كل ما هتحط ورق اكتر كل ما هيبقى حجمه اكبر بالشكل ده كده. بس بقى عندي اهو بالشكل ده مناسب خالص. بعد كده هجيب القطن، هجيب القطن وهكون عاملاه دوائر صغيرة كده بالحجم ده، هيكون دوائر صغيرة بالحجم ده كده كده. طبعا انا لما اشتريته كان جاهز، يعني هو معمول جاهز، فانت هتجيبيه وتعملي القطن دوائر صغيرة بالحجم ده، كورة صغيرة. هتجيبي مسدس الشمع وتحطي نقطة شمع وتحطي حتة قطن وتجيب التاني كده جنب بعضها. بالشكل ده كده تحطي بقى كل القطن جنب بعضه بالشكل ده، تركبي جنب بعضه تمام بالشكل ده، بحيث هو لما يبقى كور هيبقى مديك، لما يبقى كور كده متركبة جنب بعضها هيديكي ملمس الصوف، فهو هيبقى بالشكل ده. ونركب بقى باقي كله بالشكل ده كده، هثبت الأول القطن كده تكملي بقى. كله جنب بعضه خلاص. أنا كده لفيت حطيت القطن كله على الخروف اللي هو على الورق، يعني بقى بالشكل ده كده، بقى بالشكل ده. هعمل له بقى أرجل بتاعته، هجيب شيش والمقص، هقطعه كده تقريبا يعني 10 سنتي، تقريبا كده 10 سنتي. الشكل كده هلفهم بقى بالستان علشان يبقى لونهم اللون الاسود، او ممكن
او ممكن لو في ميه الوان ميه ممكن تلونيها الوان الميه. طب هعمل الجزء اللي هو هيبقى ظاهر بالشكل ده كده. ده اللي هيبقى ظاهر بره وده اللي هيدخل جوه. هكمل بقى التاني. طب هجيب سفان كده هلفه بالشكل ده. الشمع سخن جدا. هعمل أربعة. خلاص جهزنا الأرجل، هنركبها بقى بالراحة خالص. هنجيب اتجاه الوش كده، حط الأربعة، هحط شمع بالشكل ده كده وادخلها بين الفواصل دي. نجيب التانية قصادها، حط شمع وادخلها برضو بين الفواصل بين القطن. احاول يكون قصاد بعض بالشكل ده كده. اركب الاتنين التانيين. خلاص انا ركبت الارجل الاربعة. بعد كده هنعمل الوش، هو كده واقف اهو جميل. هنعمل له الوش بتاعه. هجيب الفومة بالشكل ده كده وهرسم الوش. هرسم الوش ازاي؟ هتبقى حتة يعني هيبقى مستقيم كده، وهيجي نازلة بدوران خفيف خالص كده للوش بالشكل ده. لو انا مش عايزة ارسم كل حاجة لوحدها ممكن انزل في النص، اجي عاملة خط كده واجي نازلة في الوش كده الوش، واجي نازلة بالاذن. يعني اعمله الاذن بتاعته بقى ايه بالمرة، بحيث تبقى كلها بحيث تبقى كلها مع بعضها. تبقى كلها مع بعضها كملها كده يا عم. الأذن كده كمان واحدة كده بالشكل ده، وهقصها وهلزقها معاكم. خلاص احنا كده اهو قصينا وش الخروف وحطينا له عيون. طبعا العيون ديت هقول لكم طريقتها عملتها ازاي. انا جبت شريط برشام عادي فاضي وقصيت دايره من ديت وحطيت فيها خرزه سودا وبعدين لزقتها هنا. لو مش متوفر عندك يعني عيون ممكن تركبي تعملي عيون كده. تمام خلاص كده خلصنا. انا هركب وش الخروف بالشكل ده كده وهلزقه كده. بس كده بقى
جاهز عندي خروف، ورب يعجبكم يا رب، وسهل وبسيط خالص، وكل سنة وانتم طيبين. وبسيط خالص، وعملت له 4 أرجل بتاعته، ويا رب يعجب. سلام عليكم.